في سنة 2008 ظهرت تجربة سينمائية نادرة في مصر. شاب صغير كان عمره وقتها 26 سنة تقريبا، عمره ما أخرج، بس قدر يقنع شركة إنتاج كبيرة بعد ما عجبها السيناريو اللي كتبه واشترته، وكمان قررت تنفذه إن هو اللي يخرجه بالرغم من انعدام تجاربه الإخراجية الاحترافية تماما، في مقابل إن هو اللي يدفع غرامة نقابة السينمائيين اللي وقتها كانت 150 ألف جنيه ليتم تسجيله فيها. الشاب المجتهد جدا واللي كان كل علاقته بالإخراج قبلها شوية كليبات عملها لصحابه زي كايرو كيم اللي كانوا لسه محدش يعرف عنهم أي حاجة برضو، وأفلام قصيرة وتسجيلية خاصة، ودور مش كبير في فيلم السلم والتعبان. اللي يهمنا النهاردة من تجربة الرائع عمرو سلامة اللي أصبح في سنين قليلة جدا واحد من أهم مخرجي مصر، هي فكرة فيلمه الأول اللي قاوح فيه ودفع دم قلبه لحد ما قدر يخرجه. الفيلم كانت فكرته جديدة جدا على السينما المصرية، والغريب ان الفيلم نجح نجاح كبير جدا والناس استوعبت الفكرة او على الاقل حبت الفيلم بالرغم من غرابته، في حين ان هو كان زيه زي افلام مصرية كتير اتأثر بفيلم امريكي اتعرض في سنة 2007 وهو فيلم هاجس او بريمونيشن من بطولة النجمة العالمية ساندرا بولوك. فيلمنا كان بيتكلم عن ظاهرة الديجافو، والديجافو هي كلمة فرنسية معناها أنا شفت الشيء ده قبل كده، وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. يعني ايه مصطلح الديجافو؟ كتير مننا فجأة وهما بيتعرضوا لموقف او بيقابلوا شخص او بيروحوا مكان ممكن لاول مرة يروحوه، فجأة بيحسوا ان هما عاشوا التجربة دي قبل كده، حاجة كده زي نور فلاش فجأة بتلمع في الذاكرة ويفكرك لجزء من الثانية انك عشت التجربة دي قبل كده، او شفت الشخص او رحت المكان ده قبل كده، بس انت مش قادر تفتكر امتى وازاي، وبينطفي الفلاش ويسيبك في حيرة لفترة كبيرة بتحاول تفتكر، بس كل محاولاتك في ان انت تفتكر بتكون من غير اي فايدة. خلونا نبدأ تحليل الظاهرة دي من ويكيبيديا. وفي البداية هم ترجموا اسم الظاهرة لوهم سبق الرؤية، وبدأوا تحليلهم بالتحليل العلمي اللي رجحوا فيه ان السبب ممكن يكون تشابك في الاعصاب المسؤولة عن الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى، فالاحداث بتختزن في الذاكرة قبل ما بتروح لقسم الوعي في المخ البشري وبتتعالج هناك. الدماغ لما بيختزن الذكريات بيختزنها في منطقة وسط الدماغ بتسمى الحصين او هايبوكامبس، لكن في دراسة جديدة بتفترض ان جزء صغير منه يسمى التلفيف المسننة او دنتي جيروس مسؤولة عن الذكريات المتسلسلة اللي بتسمح لنا بالتمييز بين الأحداث والمواقف المتشابهة. بعد كده بيبدأوا في التحليل النفسي، وقالوا ان بعض العلماء حاولوا يلاقوا رابط بين ظاهرة الديجافو وبين بعض الأمراض النفسية زي انفصام الشخصية والقلق وغيرها من الأمراض النفسية، بس في الحقيقة ما لقوش أي علاقة بين الظاهرة وبين الأمراض النفسية دي، بس العلاقة الأقوى كانت ما بين ظاهرة الديجافو وما بين صرع الفص الصدغي في المخ، والعلاقة دي خلت بعض العلماء تتأكد من ان الظاهرة بتكون نتيجة لخلل في عملية تفريغ الشحنات الكهربائية في المخ، بدليل ان كتير من الناس بتحس برعشة سريعة كده في بعض الحالات خصوصا قبل النوم مباشرة، والرعشة دي بيرجح بانها بتحصل اثناء حالات الديجافو واللي بيسبب شعور خاطئ في الذاكرة. الناس اللي بتحس برعشات طول الوقت بيعانوا من تكرار حالة الديجافو، ولكن اغلبها بيكون صوتي، وده نوع من انواع الديجافو التلاتة اسمه ديجا ايكوتي، واللي معناه انا سمعت الصوت ده قبل كده. وخلوني اعرض لكم انواع الديجافو بس في اخر الحلقة. بنكمل مع ويكيبيديا في جزئية جديدة وهي تأثير بعض الأدوية، وبيقولوا ان في سنة 2002 قدر اتنين من العلماء من ان هم يدرسوا راجل ظهرت عليه علامات الديجافو، وده كان بعد ما خد بعض الأدوية لعلاج الانفلونزا. الراجل حب شعور الديجافو وقرر ان هو يكمل بنفسه الدراسة، وبدأ يزور طبيبه النفسي علشان يسجل الحاجات اللي بيحس بيها. الاتنين علماء دول وصلوا لنظرية بان الديجافو كان نتيجة لتأثير كميات كبيرة من مادة الدوبامين اللي هي واحدة من المواصلات العصبية للمخ على بعض الخلايا في الفص الصدغي للمخ. اخر تفسير للموضوع ذكرته ويكيبيديا كان معتمد على فكرة الذاكرة، بمعنى ان بعض المشاعر الحالية بتجلب لنا تفاصيل حوادث سابقة حصلت في الماضي، ومن هنا بتحصل ظاهرة الديجافو. التفسير ده أتاح للعلماء تطوير العديد من الأبحاث اللي ممكن تخلق حالات ديجافو حسب الطلب، وده عشان يتم دراستها تحت ظروف معينة.
في برضو تفسير تاني بيقول بإن الديجافو ما هي إلا نتيجة المعلومات عرفناها قبل كده ونسيناها ودلوقتي إحنا بنسترجعها، فيخيل لينا إننا بنعيش الموقف مرتين، وده لأن المخ البشري مش بيمسح أي معلومة بيسجلها حتى لو إحنا نسيناها. مصدرنا التاني في الحلقة كان تجميع رائع لأسباب الظاهرة عمل فلوجر مغربي، والتجميع والتحليل للحقيقة ان هو كان اكتر من رائع فهنقتبس منه. في التحليل ده هنلاقي بعض النقاط ممكن تكون موضوع لحلقات تانية كتير جاية، بس خلينا نستعرض التحليل زي ما يوسف استعرضه. يوسف بدأ تحليله بأن الدراسات بتقول أن أكتر مرحلة عمرية معرضة للديجافو هي ما بين 15 ل 25 سنة، وأن الناس اللي بتسافر كتير هم أكتر عرضة من غيرهم، وكمان اللي مستواهم الثقافي أعلى من غيرهم، بالإضافة إلى أصحاب الخيال النشط وأصحاب القدرة على تذكر الأحلام. ومن النقطة الأخيرة بدأ يوسف الفرضيات العلمية لتحليل الظاهرة، فكانت الفرضية الأولى هي الأحلام، وبتقول الفرضية دي إن الديجافو ما هي إلا أحلام حلمناها وأكيد نسيناها لما صحينا من النوم، فلما بنمر بحدث مشابه للي شفناه في الحلم بيبدأ العقل في استرجاع الحلم وبيعتقد الشخص إن هو عاش التجربة دي قبل كده. وبيقول بعض العلماء إن الإنسان أثناء النوم بتمر عليه لحظات بيشوف فيها مشاهد من ماضيه، ودي طبعا حاجة مقبولة، وأحيانا مستقبله، ودي النقطة الغريبة. الفرضية التانية، ودي فرضية علمية جدا ومقنعة لأبعد الحدود، وهي مبنية على أساس فصي الدماغ اللي بيستقبلوا نفس المعلومة، وعلشان الأمور تكون مظبوطة لازم سرعة استقبال وترجمة المعلومة في الفصين تكون واحدة، لكن أحيانا اللي بيحصل إن فص من الاتنين بيستقبل المعلومة أسرع من الفص التاني بكسر من الثانية، وبكده بيكون في فص سابق الفص التاني في وصول المعلومة، فالفرق الكسور من الثانية دي في استقبال المعلومة بيحس الشخص ان الشيء او الحدث ده شافه قبل كده، وده لان المعلومة بتكون وصلت له قبلها باجزاء من الثانية. تفسير علمي ومنطقي، وممكن يكون التفسير الاقرب للظاهرة. الفرضية الثالثة، ودي فرضية خاصة جدا هيكون لنا معاها حلقة كاملة، وده لانها بتفترض شيء ناس كتير جدا بترفضه، لكن لما هنناقشه في حلقة مستقلة يمكن نقرب الفكرة شوية، وهي فكرة تناسخ الارواح. تناسخ الأرواح زي ما كنا شرحناها في حلقتين قبل كده، بس خلونا نلقي الضوء عليها بصورة سريعة دلوقتي. دي فكرة موجودة في كل الديانات الشرق أسيوية، بمعنى إن هي عقيدة مجتمعية أكتر من كونها دينية. هي بتتلخص في إن بعد الموت الجسدي بتسكن الروح في جسد جديد علشان تبدأ دورة حياة جديدة، وبيستمر ده إلى ما لا نهاية، وده معناه إن إحنا ممكن يكون لينا ذكريات في حيوات سابقة إحنا عشناها قبل كده، بس الأكيد إننا مش فاكرينها، وده ممكن يكون واحد من أسباب الديجافو إن إحنا نكون مرينا بتجربة مشابهة في الحياة السابقة. بس طبعا الفرضية دي نظرية وتخيلية جدا ومش بيؤمن بيها أتباع الديانات الإبراهيمية، مع إنها برضو ما نفتهاش. الفرضية الرابعة يمكن استعرضناها قبل كده من خلال تحليل ويكيبيديا، وهي نظرية الذاكرة واسترجاع حالات مشابهة للي بنمر بيه من الماضي، علشان كده مش هنتكلم فيها تاني. الفرضية الخامسة زي الفرضية الثالثة بالظبط، نظرية جدا وهتكون غير مقنعة لناس كتير، بس انا برضو هعرضها لكم لان الخفايا البشرية كتير، ووارد ان اللي ما نقتنعش بيه النهاردة نقتنع بيه بعد كده. والفرضية دي هي تجربة ما قبل الولادة، وبتفترض ان الروح بيتعرض عليها شريط الحياة كامل قبل الولادة. ممكن ناس كتير ترفض الفرضية دي، بس انا عندي بعض الدلائل اللي تؤكد احتماليتها، واهمها ان اللي بيتابع اي طفل صغير خصوصا في مرحلة تعلم الكلام هيلاحظ ان الطفل بيبدأ يقول كلام بره الحصيلة اللغوية اللي الاب والام علموها له، ودي نظرية معروفة جدا، وممكن اصلا اي شخص يتابع مع طفل في مرحلة ما بعد السنة الاولى وخصوصا مرحلة تعلم الكلام. الفرضية الستة زي الفرضية التانية بالظبط، وبالتأكيد علمية جدا، بس الفكرة ان بدل فصي الدماغ عندنا هنا العينين، بمعنى في عين بتستقبل المعلومة وبترسلها للدماغ أسرع من العين التانية، وده طبعا تفسير علمي ومنطقي وممكن يكون مقبول جدا. الفرضية السابعة اللي عرضها يوسف هي كمان فرضية خيالية جدا، بس هي نظرية بدأت تنتشر مؤخرا وسمعت ناس كتير بتتكلم عنها، وهي نظرية الأكوان المتعددة، وإن شاء الله يبقى ليها حلقة معنا.
الفردية التامنة والأخيرة بتعتمد على الذكريات غير الشخصية، بمعنى تجارب شفناها أو قرأناها في أفلام أو كتب بتشكل جزء من ذاكرتنا، ودي بتكون ذاكرة طويلة الأجل، فلما بنمر بشيء مشابه بنبدأ نستدعي نفس التجربة اللي قرأناها أو شفناها من الذاكرة، والفردية دي برضو فردية مقنعة جدا. وأخيرا بنوصل لأنواع الديجافو. النوع الأول منها اللي هو ديجافو، بمعنى أنا شفته قبل كده، وده النوع أو الحالة الأكثر انتشارا. النوع الثاني ديجا إيكوتي، بمعنى سمعته قبل كده، ودي بتكون نفس الظاهرة بس سمعية فقط. أما النوع الثالث وهو حسيت بيه قبل كده، وده بيعتمد على الإحساس وفي الغالب بيكون إحساس وهمي، وهو أضعف الأنواع الثلاثة. هي كلها محاولات لتفسير ظاهرة غريبة جدا بيمر بيها أكتر من ثلث سكان العالم، فبالتالي لغرابة الظاهرة هيفضل أي تفسير مقبول، وهتفضل القدرات البشرية لغز. يعني ليه مثلا في ناس عندها قدرات فوق مستوى الإدراك وحاجات تانية كتير؟ ومن هنا باب الاجتهاد في التفسير هيفضل مفتوح للظواهر الإنسانية الخارقة للطبيعة طول ما في إنسان لسه عايش على كوكب الأرض.